external expansion. ليه عملية الجاز؟ ان انا ادخل اعمل انسبيريشن فيدخل الهواء فاعمل تبادل ما بين الايه الاكسجين والسي او 2 ما بين الاتموسفير بريشر، وبعد كده اروح عامله ايه اكسبيريشن ادي حراره الايه الهواء، وبعدين الدم اللي خد الاكسجين الكتير اللي في البلج ده ياخد الاكسجين الكتير يروح بيه لمين؟ للانسجه. تقوم الانسجه تاخد الايه الاكسجين تدي للدم الكربون خلاص كده يوم يمشي في الفينوس السيكيليشن، بنتكلم على سيكيليشن عادية اهو. السيكيليشن بتمشي ازاي؟ تيشوز بيروح لها الايه؟ اكسجينيتد بلاد، يعني دم مليان ايه؟ اكسجين. تعمل ايه فيه؟ تاخد منه اكسجين صح؟ تديله ايه؟ ثاني اكسجين كربون كده؟ تحت التيشوز خلاص؟ وبعدين خد اكسجين وعضله ايه؟ الاوضه دي لحد ما يعمل ايكواليزيشن
هعدل الايه البريشر بره وجوه مش كده؟ فهفترض جدا اني اعمل العكس، هجيب الاوضه دي واروح ايه؟ قافلاها، اروح مضيقاها بنفس الكميه بتاع الهواء جواها، البريشر فيهم ايه؟ البريشر بتاع الهواء في الاوضه دي بقى اكتر من البريشر الهواء فين؟ في الاوضه الثانيه، فلو عامله ايه؟ الهواء يحصل له ايه؟ يعني لازم يتعادل، يتخرج يخرج ويطلع على الايه؟ على الاوضه. خلاص كده؟ هو بالظبط ده اللي بيحصل مع الانسبيريشن والايه؟ هي عباره عن لعبه ايه؟ تغيير في الفاليومز وبالتالي تغيير في البريشر. اوكي؟ مع الانسبيريشن محتاجه اوسع ولا ضيق؟ محتاجه انا هعمل ايه في الانسبيريشن؟ انا عايزه اسمح بدخول الهواء من بره الايه؟ لجوه. يبقى اعمل ايه في الاوضه دي؟ اوسعها. خلاص انا دلوقتي انا والاتموسفير احنا الاثنين اوضتين مفتوحين على بعض. خلاص؟ اوضتين مفتوحين وبين الهواء اللي هيعدي منها فريد مش كده؟ يبقى احنا كده اوضتين مفتوحين على بعض. تمام؟ عشان اسمح للهواء او الاوضه بتاعتي دي عشان اخلي هواء يدخل لها من بره يبقى لازم اعمل فيها ايه؟ صح. ها؟ صح. اوسع الحجم بتاعها فالبريشر فيها يقل فالهواء ايه؟ يدخل. طب عشان اخرج الهواء منها يبقى ايه؟ اضيقها فادي فوق فالبريشر فيها يزيد فالهواء ايه؟ هيدخل. طب انا لما هوسعها الهواء هيدخل صح؟ هيفضل يدخل لحد فين؟ هيتساوى نوصل لايه؟ للبريشر ايكواليزيشن صح؟ يعني انا لما وسعتها قللت فيها البريشر صح؟ سمحت ان الهواء اللي بره اللي ايه؟ اللي هيبقى يدخل لحد امتى؟ لحد ما يحصل ايكواليزيشن يعني يبقى بره زي جوه وانس حصل ايكواليزيشن بطل هاي بطل ايه؟ يدخل. طب مع الاكسبيريشن نفس الحكايه لما اجي اخرج الهواء منها عليت البريشر جواها صح؟ عشان اسمح للهواء او ادفع الهواء ايه؟ خارج. طب الهواء يفضل يخرج لحد امتى؟ لحد ما ايكواليز مع ايه؟ مع تمام كده؟ هو ده اللي بيحصل بالظبط مع الانسبيريشن ومع الاكسبيريشن. الانسبيريشن يعني عمليه الريسبيريشن عمليه التنفس نفسها عباره عن تو فيزز، انسبيريشن انا ادخل الهواء ثم ايه؟ اكسبيريشن انا اخرج الهواء. هل ينفع اعمل انسبيريشن واقف؟ هنموت. اعمل اكسبيريشن واقف؟ هنموت. لازم كل انسبيريشن وراه على طول ايه؟ اكسبيريشن. طيب واحنا بنتنفس بمعدل قد ايه؟ ثانية؟ 8 ل 16 20 8 ل 16 هو 8 ل 16 افريج 12 النفس الواحد بياخد له تقريبا يعني باخد وبتوقف تقريبا 4 ثواني باخد نفس ثاني واتوقف الا لو انا مثلا في اكسرسايز في اوفر سمباثيك ستيميشن خايف بتاع ازود فيفر سخن جسم سخن معدل النفس ايه هيزيد يعني ايه معدل النفس يزيد يبقى حاله اسمها ايه؟ معدل النفس يزيد اسمها ايه؟ حركة الازمة. طب معدل ضربات القلب لما يزيد اسمها ايه؟ ضربات القلب ايوه ضربات القلب لما تزيد اسمها ايه؟ تاكي كارديا كلنا واخدينها مع العمل ايوه زياده الهارت ريت الهارت ريت ده اللي هو معدل الضربات لما يزيد الهارت ريت اسمها ايه؟ تاكي كارديا تاكي يعني سريع كارديا يعني قلب يبقى تاكي كارديا يعني القلب شغال بسرعه يبقى الهارت ريت ايه يزيد اسمها تاكي كارديا الهارت ريت ده نورمال من 70 ل 90 يزيد عن 90 اسميها تاكي ايه؟ دي يقل عن 60 اسميها برادي كارديا طب وبالنسبه للنفس بقى؟ نفست اكتر من 20 في الدقيقه اسمها تاكي بوندا تاكي برضه بس تاكي ايه بقى؟ تاكبني اسمها تاكبني دنيا يعني نفس دنيا يعني نفس تاكي يعني ايه؟ خلاص انا كل نفس انسبيريشن لازم هيتبعه اكسبيريشن سايكل اسمها انسبيريشن سايكل لازم انسبيريشن ورا اكسبيريشن استنى شويه ورا عامله انسبيريشن تاني وبعدين اعمل اكسبيريشن استنى شويه اعمل وهكذا لحد ما اكمل ال 12 في الدقيقه اللي هو الافريج خلاص كده؟ طيب بالظبط ايه اللي بيساعدني على الانسبيريشن والاكسبيريشن وايه اللي بيفرق البريشرز ومين فيهم باسيف ومين فيهم بيحصل بسرعه قوي؟ احنا قلنا ان الباب انا جسمي او انا صدري انا والباب يعتبر ايه؟ اختين مفتوحين على بعض خلاص كده؟ البريشر جوه عندي ليه اسم البريشر بتاع اللي بره في الاوضه الثانيه ده ليه ايه؟ ليه اسم اوكي؟ البريشر اللي في الشارع اسمه اتموسفير اسمه اتموسفير بريشر صح كده؟ وانا عندي اتموسفير بريشر وعندي جوه القصر بريشر بنسميه انترا بالمولاري كلمه بالمولاري يعني ليها علاقه بالايه؟ بالمولاري علاقه كده اسمها انترا بالمولاري ايه؟ او الاسم الثاني ليه بيسموه الانترا
لاني انا ماليش دعوه بالموضوع ده بين اللي بس مش هقعد احسبها. انا بحسب ايه يا ترى؟ انا زي بره ولا اكتر ولا اقل؟ يبقى انا بتكلم دلوقتي عن مين؟ انترا بالمونري بريشر او الانترا الفيولا بريشر. هنعرف ايه التشنجز اللي بتحصل بتاعك معاه اثناء الريسبيراتوري سايكل، اثناء الانسبيريشن اكسبانشن. يا ترى البريشرز دي هتتغير ازاي؟ تمام كده؟ انا باخدها كرقم، يعني انا محتاجه البريشرز دي كرقم قياسي ولا كرقم ان ريليشن لل مصفر البريشر؟ ليه؟ ما يهمنيش رقم كام، انا بقول زاد او قل، صح ولا غلط او يساوي؟ يبقى انا عايزاه ان ريليشن تو ايه؟ اتموسفيريك. فبنعتبر ان الاتموسفيريك بريشر دي دايت. هو في اللعبه دي مين اللي بيتغير؟ مين البريشر اللي عمال يتغير؟ الاتموسفيريك ولا اللي جوه؟ اللي جوه. جوه في شويه ضغط جو، صح؟ يبقى اذا مين اللي ثابت؟ ضغط الجو. مين المتغير؟ انت خلاص انت اوكي. اثناء الانسبيريشن ادي كوليشن اهو الانترابلمونري. اثناء الانسبيريشن قبل ما ابتدي الانسبيريشن انا البريشر عندي كام؟ مش كام رقم، هو كام ايه؟ الريليشن لمين؟ للاتموسفيريك. يساويه صح؟ قلنا هنسميه زيرو، يقول لك اصل البريشر زيرو فيساويه يبقى كام؟ زيرو زي. خلاص يبقى ده الانسبيريك بريشر. قبل ما ابتدي اعمل اي حاجه احنا بنشر الكلايز بره جوه عند الصدر. هبتدي افتح التشيست ايه؟ بجد اوسع التشيست بريشر يقل يقل لحد ينزل بالتدريج يوصل لكام؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. خلاص هيحصل جش من ايه؟ البلط. كل ما بنزل في البريشر كل ما كميه الهواء اللي داخل سوري الهواء كل ما كميه الهواء اللي داخل اللنج ايه؟ لحد ما اوصل عند واحد وبعد كده يبتدي البريشر ده يرجع مره ثانيه لايه؟ لان خلاص الهواء خلاص الهواء قلت فايكولايز نرجع احنا الاثنين ايه؟ صفر. تمام؟ انا عايزه ابتدي الاكسبيريشن اعمل ايه؟ هزود الضغط جوه اضيق خلاص الكيج صح؟ ادوس على اضيق على المنظر لان احنا دي مزوده البريشر بتاع الايه؟ الكونتنس بتاعتها البريشر يزيد عن الصفر يبقى في اتجاه الواحد لحد الماكسيمم بتاعه بوزيتيف 1 فيسمح بالهواء ان هو يخرج من الايه؟ من اللنج ويطلع بره للاتموسفير فيبتدي يكوالايز البريشر ويوصل تاني لايه؟ للزيرو. استنى شويه هفتح صدري اوكي؟ بنزل البريشر يوصل للنيجاتيف 1 بعدين يكوالايز تاني للزيرو خلصنا الانسبيريشن هقفل اوسع ارفع هقفل هقفل السن تاني ارفع لحد البوزيتيف 1 واروح نازله تاني سايكلز بين التشينج في البريشر. البريشر عمال يفلكتويت يعني عمال يرقص ما بين الصفر والنيجاتيف 1 والايه؟ والبوزيتيف 1 ما بين نيجاتيف 1 والبوزيتيف 1 نيجاتيف 1 وبوزيتيف 1 وبريست في النص النص بالايه؟ بالزيرو. في نهايه الانسبيريشن لازم اوصل للزيرو في نهايه الاجمع بعيد كذا في نهايه الاكسبيريشن هنوصل تاني لايه؟ للزيرو. انا امتى بوصل للزيرو؟ اول يعني ايه اوصل للزيرو؟ بالسوي يعني زي مين؟ زي بره. امتى هوصل زي بره؟ لو انا مش عامل حاجه خالص صح؟ وفي نهايه الحاجات في نهايه الانسبيريشن هنوصل للزيرو لان خلاص هيبدا الهواء يخرج يدخل عندي لحد ما ايكولايز بره جوه. في نهايه الاكسبيريشن الهواء يفضل يخرج من جوه او من جسمي لحد ما ايكولايز مع ايه؟ امتى بوصل الانترفالمولر بريشر للصفر؟ في النهاية في نهاية الايه؟ الانسبيريشن في نهاية الاكسبيريشن. طب الهواء هو داخل يدخل ازاي؟ لو انا رسمت بقى كيرف هقيسه على ده كمية الداخل كمية الهواء اللي داخل. خلينا نعمل صح معاك. ده بريشر دي بريشر تشينج الكيرف ده رسم ايه؟ بريشر تشينج. طب دخول وخروج الهواء فين ازاي؟ عكسها الفترة دي فترة الايه؟ الفترة دي فترة الايه؟ صح؟ يبقى دي انسبيريشن اهي وهنا دي انسبيريشن ودي اكسبيريشن. انا هقعد احسب كمية الايه؟ الهواء اللي داخلة او اللي طالعة. فهنلاقي ان
مع فاضل في الانسبيريشن ايه؟ الهواء اللي دخل بيزيد ادي الهواء الماكسيمم بتاع شهيه الايه؟ الانسبيريشن. وبعد كده يبتدي يحصل بعد الهواء ايه؟ بيزيد. يزيد عباره عن الجلد ده الايه؟ الهواء. الهواء كل ما البريشر بيقل الهواء ايه؟ بيزيد. يبقى عند نهايه الانسبيريشن انا دخلت كل الايه؟ الهواء اللي كنت عايز ادخله. خلاص يبقى الماكسيمم اماونت اوف اير ايه؟ في نهايه الاكسبيريشن كل الاماونت اوف اير اللي دخلت هتحصلها ايه؟ هتخرج. تمام كده؟ اما البريشر نفسه بنوصل للماكسيمم بريشر في نص الايه؟ الانسبيريشن او في نص الايه؟ يعني انا بوصل الماكسيمم بريشر اللي هو بوزيتيف او نيجاتيف وان ده وصله امتى؟ في نص الانسبيريشن. في نص وقت الانسبيريشن او في نص وقت الايه؟ الانسبيريشن. لكن ككميه هواء بوصل للماكسيمم اماونت في نهايه الانسبيريشن. بوصل للزيرو امتى؟ نهايه الانسبيريشن ونهايه الاكسبيريشن. مش موجود عندكم في الكتاب بكميات كبيره بس عشان لما تقروها تبقوا فاهمين الكلام ده. طيب عشان ما نضيعش فيها وقت كتير نقول يا ترى عمليه الانسبيريشن، ما انت قلت ان الانسبيريشن ده بس صح؟ والاكسبيريشن اكتر. ماشي هنمشي معاكم. دلوقتي انا عايز اعمل انسبيريشن، يعني عايز اعمل ايه؟ اعمل ايه للضغط؟ جوه اقلله يعني اعمل ايه السبيس المساحه الفوليوم ازود عشان ازود الفلاسك كيج فوليوم اعمل ايه اقلل هعمل ايه عايز اوسع الفلاسك كيج صح اوسعه ازاي الفلاسك كيج ده اعمل ازاي ها عامل زي بوكس عامل زي مربع زي البوكس كده زي مكعب المكعب ليه كام دايمنشن ليه كام بعد في كام دايمنشن في المكعب؟ 4 3 دايمنشن صح؟ بس كويس عامل كده ادي السبيرنا معايا في النص ماشي وادي الاكس اشد الدافع ايوه صح خلاص وهنا في النص في حاجه اسمها دافع اللمبه طبعا جواها الاكس اوكي الدافع ده عباره عن عضله عامله زي الملايه مفروده كده على الابدومين خاصه ما بين الابدومين بس هي مش ملايه مفقوده كده هي ملايه مطليه لفوق منها المنظر ده فيها دون يعني قبه تمام؟ فالملايه او القبه او القبه بتاعت الدايفرام دي ده لما يكون الدايفرام ريلاكسد لما الدايفرام يكون ريلاكسد لما يجي يعمل كونتراكشن كل عضله يقصر ولا يكسر؟ يقصر فالدون دي بتاعت الدايفرام تبقى كده خلينا نعملها ايه؟ خلاص؟ لما انا اعمل الدايفرام اللي عامل كده ده اثناء ما هو ريلاكس لما اجي اعمل كونتراكشن واروح منزلاه لتحت يحصل ايه للفيرتيكال دايمنشن؟ دي اول حاجه بتحصل ان انا بزود الفيرتيكال دايمنشن عن طريق اني اعمل كونتراكشن لمين؟ الدايفرام انا زودت الفيرتيكال ايه؟ دي اهم واحده ودي اهم حاجه يعني اهم عضله تشتغل اثناء الانسبيريشن محطوط عليها 70% من المساحه اللي انا عايز اوسعها في الثوراسيك كيج بتعتمد على الكونتراكشن بتاع الايه؟ الدايفرام خلاص يبقى انا عايز اوسع الثوراسيك كيج 70% من التوسعه بتقوم بيها مين؟ عضله الدايفرام لما الكونتراكت الدوم بتاعها الاوفر بتاعتها دي تنزل لتحت تروح فاتحه لي الايه؟ الثوراسيك كيج دي اول واحده ثاني عضله تشتغل عضله اسمها الانترنال انترنال ماسل ايه؟ سوري سوري العضلات اللي هي ما بين الانتر كوستال يعني بين الايه؟ الاكس الانتر كوستال اوكي فالانتر كوستال ماسلز في نوعين في حاجه اسمها الانترنال وفي الاكسترنال انتر كوستال اللي هم الرسمه اللي عامله دي دي اسمها الاكسترنال انتر كوستال ماسل عامل كانها بتحط ايدك في جيبك بالظبط الثانيه اسمها الانترنال انتر كوستال ماسل هي من وراها عامله كده هم العضلتين عاملين ازاي؟ شاربين كده على بعض بالظبط الانسبيريشن محتاج مين؟ الاكسترنال في العكس خلاص؟ مع الانسبيريشن بستعمل بالعكس مع الانسبيريشن محتاج الاكسترنال ايه؟ الاكسترنال اسبيراتري تعمل ايه الاكسترنال اسبيراتري هتوسع الدايفرام سوري هتوسع الثراسيك كيج الترانسفيرس دايمتر والانتر بوستيريور ايه؟ دايمتر ليه بقى؟ لان هي الريبس عندي عامله كده هي ترفعها لي لفوق ابورد اند اوت اوكي اند اوت لما العضلات دي بتكونتراكت العضلات اللي ما بين الريبس وبعضها تكونتراكت تروح شد الريبس عامله زي المروح زي الشباك اللي هو
بيتعمل بتاع كده دوله بحلقه شيت تحت بعد كده صفر اوكي روحوا عامل داونلود انت الاكسترنال هتاخدوه ان شاء الله في هنا الاكسترنال الكوسه لما تكون تراكت تعمل ابورد اند اوت وترفع الريس الريس عامله كده ترفع ابورد لفوق واوتر لبره يبقى لفوق فتحنا الانتر بيستيرو دايت والبره فتحنا الترانسفيرس ايه دايت 70% من الاتساع كله هيجي من كونتراكشن او الاتساع ده الكلام لما افتح الفيرتو ايه ده الانس طب الاكس يبقى الانسبيريشن اكتف ولا باسيف خلاص اشتغلت اهي طب الاكسبيريشن ده بس خلاص تمام لحظه تقولي بقى الفورس الانسبيريشن ايه تبتدي العضلات تعمل ريلاكسيشن على حسب على حسب اكتب بس يعني مين اللي فيها كونتراكشن العضله ومين ما فيهاش خلاص يبقى اثناء الكونتراكشن هي دي نسميها الاكتف يعني الباسيف يعني مش محتاجه كونتراكشن مجرد ان انا اعمل ريلاكسيشن للعضلات اللي كانت عامله اصلا ايه كونتراكشن ده لو انا عايز اعمل نورمال انسبيريشن يعني ايه نورمال انسبيريشن يعني النفس العادي اللي باخده وانا بتكلم طب ده اكتف نسميه نورمال اكس في اكويت ريسبيريشن اللي هو ريسبيريشن عادي هادي مريح طب الريسبيريشن الثاني بدري بعمل اكسرسايز خايف اوكي محتاج ان انا ازود الفورس بتاع الريسبيريشن محتاج ان انا ادخل هواء كتير اعمل فورس انسبيريشن او محتاج اخرج هواء كتير اعمل فورس اكسبيريشن فالفورس انسبيريشن بيدخل عضلات جديده معايا برده زي الفلات والكوستر بنضيف عليهم ثلاثه بحرف الاس سيريتس انتيريو ستيرنوماستويد سكيلس تاخدوها في الاناتومي ان هم الثلاث عضلات دول يشتغلوا لو انا عايز اعمل ايه ازود اعمل فورس انسبيريشن اعمل فورس انسبيريشن يبقى الانسبيريشن العادي خلاص العضلات العاديه اللي هي الدايفرام والاكسترا انتركوستر طب عايز ازود كميه الهواء لازم ادخلها اكتر واكتر افتح اكتر ازاي اشغل بقى الايه العضلات الثانيه دي اللي هم الثلاثه الاس سيرنوماستويدس والسكيلس اوكي طيب عايز اعمل اكسبيريشن عادي استعمل ايه خلاص اعمل ريلاكسيشن للحاجات اللي كانت شغاله اللي هي الدايفرام والاكسترنال طب عايز اعمل فورسد اكسبيريشن يعني ازود اكتر كمان كميه الهواء اللي هتخرج استعين بقى بايه باصدقاء تانيين اللي هي الابدومينال ماسلز والانترنال انتركوستال خلاص يبقى الانترنال انتركوستال استعملتها في وقت الاكس فورس الفورس والابدومينال ايه ماسلز ماسلز السكس باكس دول لما يعملوا كونتراكشن خلاص يرفعوا لي البريشر في الابدومين فيروحوا زقين الدايجرام ايه فوق اكتر فيروح عاملين فرصه ايه يضيقوا لي الكيج اكتر فيطلعوا يساعد الهواء ان هو يخرج ايه اكتر خلاص كده يبقى مين اللي بيساعد على مين العضلات بتاعه الاكسبيريشن الدايجرام والاكسترنال تقول لي ده فريم بيكونتراكت ولا بيريلاكس؟ ريلاكس مين العضلات على الاكسبيريشن؟ مفيش النورمال اكسبيريشن مفيش عضلات خاصه بيه اللي عاملين كونتراكشن هيريلاكس لكن الفورس اكسبيريشن هو اللي ليه العضلات الانترنال والانتركوستال والابدومينال ماسلز للفورس لكن النورمال ريلاكسيشن اما النورمال انسبيريشن مين بيعمله؟ رقم واحد الدايفرام وبعديها لازم تبتدي بالدايفرام الاول 70% رقم واحد واثنين وثلاثة واربعة الدايفرام وبعد كده اقول الايه؟ طب الفورس انسبيريشن الثلاثة خلاص كده؟ طيب ده بالنسبة للميكانيزم اوف انسبيريشن والانتراهرمونالي بريشر بقى نعرف ايه؟ نعرف حاجة تانية جديدة اسمها الانترابلورال بريشر تعرف ايه عن الانترابلورال بريشر؟ ها؟ نعرف اولا ايه هو الانترابلورال بريشر؟ القيمة بتاعته ايه اهميته بستفيد منه فيه خلاص اولا ايه هو الانترا بلورال بريشر مين البلورا حد عارف هي الكفر صح بتاع النار هي كلوزد ساك ولا اوبن ساك كلوزد ولا اوبن ساك كيس مفتوح ولا مقفول مقفول صح كيس ايه مقفول ما انا جايبه ده مقفول جايبه دي اعتبر ان ده فين اعتبر انه سيل من فوق من تحت خلاص البلورا عامل زي الايه؟ زي كده كيس مقفول خلاص موجود ما بين مين ومين بس جواش ما يتقابلش لا موجود بين مين ومين؟ ما بين اللنج وما بين الجزء الداخلي للايه؟ للريبس اللي هي الثوراسيك كيج صح؟ هو فورمي اتاتشد لللنج من ناحيه والفورمي اتاتشد للايه؟ للثوراكس من الايه؟ اللي هو الجزء الداخلي من الثوراكس من ناحيه
دي سموها الفيسرا اللي هي المجنونه ودي سميها الفرايت اللي هي خلاص كده. هو عامل زي الكيس اهو في طبقتين، الطبقه دي قفش فيها النظر، الطبقه دي قفش فيها مين؟ السرس. خلاص، وهي المفروض ان هي في النص ما بينها. ليه البريشر فيها كام؟ البريشر فيه في البلورال كام؟ بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طيب طب لو انا هي كلوز ساك ولا اوبن ساك؟ لو انا جيت وهي جواها نقطه الميه دي فتحاولت افتحها، عملت كده وسعتها شدتها من بره، ايه اللي هيحصل؟ البريشر فيها يبقى ايه؟ هو ده اللي بيحصل كده. خلاص كده؟ يبقى هي كلوز ساك كده. جبت حاجه رحت شدها من بره من هنا وحاجه ثانيه شدتها من بره من هنا فاتمط، والكونتنس بتاعتها اتغيرت ثابته، يبقى البريشر فيها يبقى ايه؟ خلاص؟ يبقى تاني انترا بلورال بريشر نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. ليه؟ مش علشان جواها حاجه، لا ده علشان مشدوده من بره والكونتنتس هي كلوز، دي هي شنطه مقفوله. خلاص كده؟ الاستيك فيها شويه الاستيك شد معايا، بس هي شنطه ايه؟ مقفوله، لما شدها من بره من ناحيتين ايه اللي هيحصل لها؟ هتوسع والكونتنتس بتاعتها حاجه هتدخل عليها تعادل الكولايز بريشر، لا البريشر فيها ايه؟ فالبرولا ليه نيجاتيف؟ لانها كلوز ورابطه باللنج من ناحيه ورابطه في الايه؟ في التشست من ناحيه، اللنج بتشدها لجوه والتشست وول بتشدها لايه؟ لبره، فاصبح جوه عندها بريشر نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. تاني يبقى الانترا بلورال بريشر هو البريشر جوه الايه؟ البلورال كابت. بريشر جوه بلورال سات او بلورال ايه؟ كابت. نورمالي كام؟ حط اي رقم بس اهم حاجه تحطه بالايه؟ نيجاتيف. استحاله يكون بوزيتيف، استحاله. ليه استحاله يكون بوزيتيف؟ دي طول الوقت مشدوده. الفوليوم بتاعها اكبر من الكونتنس اللي فيها، فطبيعي البريشر فيها يكون ايه؟ بالنيجاتيف، خلاص؟ فما تحطش ابدا بوزيتيف. نيجاتيف كام بقى؟ هو نيجاتيف 4 ومع الانسبريشن بيصير نيجاتيف. خلاص كده؟ المهم ان هي نيجاتيف. ايه اللي بيخليه نيجاتيف؟ اللي هي مشدوده طول الوقت مشدوده. يعني البلورا عباره عن ساك مشدوده طول الوقت ما بين اللنج وما بين الايه؟ السوركس. خلاص كده؟ دايما اللنج عندها تندنسي ان هي تلم على بعضها، تاخد البلورا معاها جوه. ودايما التشيست وول عنده تندنسي ان هو ايه؟ يتفرد ويكبر. خلاص؟ فياخد البلورا معاه لايه؟ لبره. طب جوه الجسم؟ ها؟ ده في فورس وقع على الكوره تسحبها الناحيه دي، وفي فورس ثانيه بتوع الكوره تسحبها لايه؟ للناحيه دي. خلاص كده؟ فده خلق نيجاتيف بريشر جوه الايه؟ جوه الكوره. تمام؟ تيجي لمين التندنس بتاعه؟ هو ليه التشيست وول عنده تندنس ان هو يوسع؟ والتندنس ان يوسع قد ايه؟ وليه اللنج عندها تندنس انها تكويد وتكويد من الضغط؟ خلاص؟ التندنس بتاع التشيست وول هو عايز يوسع، ليه؟ ليه عنده تندنس ان يوسع؟ عشان يحصل له انسبيريشن. عشان يحصل طول الوقت. وليه كل واحد فيهم هيجاوب دلوقتي؟ وليه اللنج عندها تندنس انها تكويد وتلم على نفسها؟ طب واحنا عرفنا منين اصلا ان اللنج عندها تندنس ان هو عرفنا منين ان التشيست وول عنده تندنس ان هو يتسع؟ منين؟ الثراسك كيج في النورمال كونديشن الشخص الطبيعي يعني الثراسك كيج بتاعه مساحته حجمه 2.5 لتر. تمام كده؟ مستوعب كام؟ 2.5 لتر. الثراسك كيج ده متظبط على انه يكون 2.5 لتر. الريبس مربوطه مع بعضها ومعموله بالعضلات بالطول اللي في العضلات يحافظ على الكيج ده بحجم 2.5 لتر. لو انا خدت الكيج ده العضلات بالريبس وطلعتها بره وحطيتها على البنش الطول اللي في العضلات هيروح مش كده؟ عشان قطعت النرفس لحالها فمفيش طول فالعضلات ايه؟ هتريح هترخي فلما العضلات تريح تريح تعمل ايه؟ تزيد الريلاكسيشن ها؟ لما يحصل لها ريلاكسيشن الكيج هيوسع مش كده؟ فيحصل اكسبانشن لمين؟ سوري للتشيست وول. فالتشيست وول اصلا لو سبته بره من غير الطول من غير العضلات ياخد حجم 5 متر. وجوده جوه الجسم بعضلات بالاستيك فايبر في الجوينتس ما بين الريبس وما بين الفرتبري وما بين الريبس وما بين الاسترنم الريبس والاسترنم مخلي الكافيتي دي كام؟ حجمها 2.5 لكن لو طلعتها بره وسبتها براحتها وشفت الكل من عليها وشفت كل الاسترنم بتاعتها هتبقى كام؟ 5 يبقى هو موجود غصب عنه في ال 2.5 دول ولا لا؟ هو عنده تندنس طول الوقت انه يتشد ولا لا؟ عنده. خلاص عرفنا منين ان انا لما طلعت بره لقيته خد حجم اكبر من الحجم بتاعه هو الجسم. طب اللنج التندنس بتاعتها عندها برضه الاستيك فايبر عايزاها تريح ولا عايزاها تلم؟ اللنج زي البالون
لو انا جبت بالونه منفوخه ورميتها على البنش هيحصل لها ايه؟ وقف. ولا بالونه منفوخه ومقفلتهاش يعني سايباها مفتوحه الا هحطها على البنش هيحصل لها ايه؟ بالظبط هتفتح تطلع كل الايه الهواء. نفس الحكايه اللنج. اللنج محطوطه جوه الشيست والكوادر بس كابتن بحجم كام؟ 2.5 لتر. اوكي؟ طب لو انا طلعتها وحطيتها على البنش 2.5 لتر هيبقوا كام؟ واحد. هيبقوا واحد. يعني لو سبتها براحتها من غير ما تبقى جوه الكافيتي او جوه التشيست هتبقى كام؟ واحد. خلاص. طب يا ترى ايه اللي مخلي اللنج بقى جوه اختباس الكافيتي مفروده واكسباند واخده 2.5 حجم 2.5؟ دلوقتي انا اللنج دي لو خدتها براحتها ورميتها على البنش هتبقى كام؟ واحد لتر. خلاص. لكن جوه اللنج وهي محطوطه جوه الجسم جوه اختباس الكيج الواحد لتر بيتحولوا الى 2.5 بليون. ايه اللي خلى نفشها وخلاها 2.5؟ البريشر نفسه ولا البريشر فين؟ البريشر الفرق ما بين البريشر جواها والبريشر ايه؟ براها. جواها مين؟ مين البريشر اللي جوه اللنج؟ الانتر الفير او انتر بالمونر بريشر اللي هو كان بيتساوى مع مين؟ مع الاتموسفيريك بريشر. وبراها في ايه؟ كيس البلاستيك اللي حواليها صح؟ الكلور اللي عندها نيجاتيف ولا بوزيتيف بريشر؟ نيجاتيف بريشر. يبقى جواها في اتموسفيريك بريشر زيرو مقدار زيرو بيزيد او ينقص عن الواحد وبراها في ايه؟ كلور نيجاتيف كلور بريشر. فالنيجاتيف بريشر اللي براها ده اللي حافظ عليها طول الوقت ايه؟ اكسباند او مشمش. خلاص. يبقى تاني اللنج عايزه طول الوقت انها تريكويل. ايه اللي بيمنعها انها تريكويل؟ ها؟ نيجاتيف بريشر. النيجاتيف بريشر اللي هي محطوطه فيه اللي هي الكلور اللي حواليها اللي هو الكلور ايه؟ بريشر. خلاص كده؟ الكلور بريشر حواليها نيجاتيف في حين ان هو جوه عندها الكلور بريشر بتاعها جواها الكلور بريشر زيرو او اراوند زيرو شيء براها نيجاتيف بريشر. فطول الوقت ايه؟ هي مشكله اللي هو في الكلور. تمام كده؟ في الطبيعي نحن مساويين. يبقى اهميه وجود الانترا كلور بريشر حوالين اللنج اول حاجه تساعدها طول الوقت انها تبقى ايه؟ اكسباند ما يحصلهاش كلها ما يحصلهاش ريكويل. طب ايه المشكله اللي يحصلها ريكويل؟ ها؟ ايه اللي يحصل المشكله لو حصل ريكويل من اللنج؟ لما اجي اعمل انسبيريشن في كل مره اعمل فيها انسبيريشن محتاجه افتح اللنج دي من اول وجديد. خلاص. فالورك اوف بريزنج يعني المجهود اللي هعمله على في عمليه الانسبيريشن هيزيد. خلاص. فده مفروض ضائع يعني مش لازم. طب انا لو حطيت حاجه ساكشر ماتيريال كده حوالين اللنج تخليها طول الوقت مفتوحه يبقى انا وفرت على نفسي الايه؟ الوقت ده اللي انا هاخده عشان افتح اللنج وبعد كده تيجي اعمل يدخل الهواء ده محتاجه. خلاص؟ دي اول. دلوقتي احنا قلنا ان اللنج طول الوقت عندها تندنس انها ايه؟ تريكويل. ايه اللي ليه عندها تندنس انها تريكويل؟ عندها عشان عندها ايه؟ انا لما اجيب كيس استك لما اجيب استك مثلا مطاط واروح مطاه اثنين مطاط بين ايديا كده واسيبه هيحصل فيه ايه؟ هيريكويل تاني صح؟ ايه اللي خلاه ريكويل؟ عشان الالاستيستي مش في حاجه اسمها الكاينتيك تنشن او كاينتيك انرجي او بوتنشال انرجي لما انا شديته كده خزنت فيه بوتنشال ولما سبته راح رجع مره ثانيه صوره من صور البوتنشال انرجي ما عليه. المهم اللي معروف ان الاستيك لو شديته هيلم على بعض صح كده؟ هي اللنج عباره عن ايه؟ اساس زي البالون لو شديتها المفروض انها ايه؟ فبالتالي اللنج اللي عندها كل لانها زي الاسبك فطول الوقت عايزه ايه؟ تريكويل تلم على بعض. هل ده السبب الوحيد اللي يخلي اللنج عندها تندنس انها تريكويل؟ ايه رايكم؟ اكيد في سبب تاني طالما سالت. يبقى لازم اكيد في فورس في حاجه داخليه جوه اللنج هي الاساس عايزاها ايه؟ تتاخد عايزه اللنج ايه؟ تتاخد عايزه اللنج ايه؟ خلاص؟ ناخد بقى اللنج ديت نيومو يعني ايه؟
سيل نيجاتيف في كابلنس نوعيه دمويه اللي هيحصل عندها الاساسي في التاني بكل البيت بس بتاع مام نرجع لمين؟
سيرفيس يعني. تيجي بس نرجع للاسس الاسس. طب اتغلب عليها ازاي؟ اتغلب على الاسس دي ازاي؟ بالنيجاتيف. انا حطها جوه ايه؟ انترا فلورال بريشر حواليها فلورا حواليها كيسن فلورا نيجاتيف، فبيساعد عليها طول الوقت ايه؟ تبقى اكسبانشن. خلاص؟ اما الشورت ستيشن هتغلب عليه ازاي؟ طبقه من الزيت. ان انا عملت بطنت الالفيراي بطبقه من الزيت وطبقه من الدهن، منعت الكونتاكت ما بين الايه؟ مية. ما بين الواتر ايه؟ مولكيولز. السيرفيس تنشن بتاع الزيت اقل بكتير فمش هياثر عليه، فده هيحافظ على اللونج ان ما يحصلهاش ايه؟ كولابس وما تكمش مع بعض، لان انا تخلصت من الفورسز. اوكي؟ طيب الطبقه دي من الزيت مين اللي بيعملها؟ اسمها سيرف. اسمها نيوم سايت. وظيفتها ان هي تطلع الماده دهنيه. طب السيرفكتنت احنا قلنا عباره عن ماده ايه؟ دهنيه. بتتكون من ايه؟ بتتكون من نوع من الفيست ليفل والاسسن زي ما بنكتبه فيست ليفل. بيتكون من ايه؟ الكيميكال نيتشر بتاعته عباره عن ايه؟ فيست ليفل هو بروتين. عباره عن الزيت اللي هو الدهن اللي هو الفيست ليفل. اوكي؟ ومعاه ايه؟ معاه الفرشه اللي هتسمح للزيت ده ان هو ايه؟ يتفرد كله على الالبروتين. الفرشه دي اللي هي مين؟ البروتين. الابو بروتين مع الكالسيوم. خلاص؟ يعني ماده الابو بروتين والكالسيوم، الابو بروتين ده بروتين هو اللي يمسك الليبر. البروتين مع الكالسيوم بيساعد نقطه الزيت اللي هي الفوسفوليبيد ان هي تنتشر على الجزء بتاع الايه؟ الالبروتين او تبطن الالبروتين. خلاص كده؟ طيب ايه وظيفه السيرفكتنت؟ عمل ايه؟ واحنا طلعناه ليه اصلا؟ عشان يعمل ايه؟ عشان يقلل السيرفيس ستيشن. عشان يعمل لايف فيمنع الايه ان يبقى الكونتاكت بتاعي الكونتاكت مع الايه؟ مع الميه، فبالتالي يقلل السيرفيس تنشن بتاع الايه؟ بتاع الميه. طب هو السيرفيس تنشن بتاع الميه ده كان هيعمل ايه؟ ريكوي هيزود التندس. هو كان مسؤول عن التندس بتاعت الميه ان هي ريكوي. انا تغلبت على ريكوي التندس بتاعت الايه؟ بتاعت الميه. خلاص؟ طب لما تغلب على ريكوي التندس بتاعت الميه تاني، لما تغلب على ريكوي التندس بتاع اللنج ده عن طريق السيرفكتنت، عن طريق ان قللت السيرفيس تنشن كده، انا استفدت كام استفاده؟ ثلاثه. اول حاجه ساعدت على اللنج ان هي تبقى اكسبانشن، عملت لنج ايه؟ اكسبانشن، وفرت الورك اوف بليز. دي اول حاجه. تاني حاجه اني منعت اللنج انها تكولابس اثناء الاكس فايليشن، يبقى لما اجي اخرج الهواء وازود البريشر جوه الثوراسيك كيج ما يقفليش اللنج للاخر، لا يبقى لسه ايه؟ مفتوحه شويه، ما تبقاش الالفيولاي تدخل في بعضها كلها، تبقى الفيولاي شويه ايه؟ مفتوحه. خلاص؟ فاول حاجه اثناء الاكسبيريشن حافظت على اللنج انها تفضل ايه؟ واثناء الاكسبيريشن منعت اللنج انها كلها تتكلمش في بعضها. طب الوظيفه الثانيه للسيرفكتنت مكتوب عندك انه بيمنع حاجه اسمها البلمونري اديما. يعني ايه اديما؟ اديما هو كونكشن للايه؟ للفلويد. مشكله في الانترستيشن او ما بين الخلايا. الفلويد ايه؟ يزيد. فالمونر اديما يعني هيزيد فين؟ في اللنج. يعني معناها ان الالفيولاي الاكياس بتاعت الهواء بتاعت الالفيولاي بتتملي بالايه؟ بالميه. طب يا ترى ايه دور السيرفكتنت في ان هو يمنع الفلمونر اديما؟ بصوا على الرسمه. السيرفكتنت ده عباره عن ايه قلنا؟ هو الطبقه المبطنه هنا. لما حطيته الفورس دي اللي هي الاسم السودا دي الفورس قلت ولا زادت؟ قلت صح؟ يعني منعت السيرف ستيج او قللت السيرف ستيج. خلاص؟ يبقى انا دلوقتي لو انا ما عنديش السيرف هيبقى عندي سيرف ستيشن ايه؟ عالي. يعني دراج الفورس هنا مش كده؟ مولكيولات الميه عماله تجمع ايه؟ على تجمع بعضها على بعض صح؟ وتاخد كمان من بره، وبره فكره اليوز ستيشن ده المفروض ليوز. لما يكون عندي هنا دراج الفورس قويه دي بسبب السيرف ستيشن هتسحب كمان الميه من مين؟ من الانترستيشن، هتسحب من البلازما. خلاص؟ فالميه بتتجمع فين؟ ها؟ في الالفيولاي بتعمل بلمونري اديم، فالهواء ما يبقاش في مكان الهواء ان هو ايه؟ يدخل فيتخيل مع الفنتيليشن، يعني انا ما عنديش اعمل ايه؟ اكستشينج. دي حاجه حلوه؟ مصيبه مش كده؟ طب مين اللي منع منه؟ كان ده ممكن يحصل، ممكن جدا يحصل لو
وحميت الموجة اللي حصل لها هرمون الايه؟ دينا وساعدتها كمان انها تعمل ايه؟ خلاص يبقى ايه فايدة السيرفكتنت؟ انه قلل السيرفس تنشن. وانا ليه عايزة اقلل ايه فايدة اللي قلل السيرفس تنشن؟ كولابس. عملت ثلاث حاجات، منعت الكولابس، منعت الايديما، وساعدت على الايه؟ خلاص بس الفكرة دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ حاجة حلوة جدا. طب لو مش موجودة؟ هيحصل في مشكلة بس. صح؟ يحصل اسبايرات في الدستريس، يعني صعوبة في الايه؟ في التنفس. ايه اللي ما يخليهوش موجود؟ أو الخلايا دي نفسها. لو ضربت الخلايا دي اللي هي بتطلع الايه؟ اللي هي النيوروسايتو اللي بتطلع الايه؟ السيرفكتنت. مش كده؟ زي حالات السيجنت سموكينج اللي هو الشرشر اللي بتتكلم بقى السجاير الشيشه اي حاجه من الحاجات دي كلها دي بتعمل دمج للايه؟ ليش النيوروسايت سيلز بتقلل نسبه السيرفكتنت. لو واحد اتحط على بريشر اكسجين 100% اكسجين، بريشر اكسجين بريشر عالي جدا. تركيز عالي خلاص ده بيعمل دمج للخلايا دي مش عارف يبتدي بطل البطل طلع ايه السيرفكتنت كمان بيقل مع او مش بيقل بقى الاطفال الصغيرين لسه مولودين قبل ما يتولدوا الخلايا بتاع النيوموسايت 2 دي اللي هي بتطلع السيرفكتنت وموضوع السيرفكتنت بيبقى في اخر شهر واخر شهرين من الولاده خلاص كده تبتدي الماتيول السيلز اللي هي النيوموسايت سيلز دي تبقى ماتيول اضافة ان هي تطلع كميه كافيه من الايه؟ فالطبيعي ان الطفل على ما يتولد على نهايه التاسع بتبقى خلاص بقت ويل ديفلوب او فول ماتيور وطلعت كميه كافيه من الايه؟ تمام. طب لو الطفل اتولد بدري عن ميعاده بريتر يعني مولود بدري السيرفكتنت ما لحقش ايه؟ يطلع صح ما لحقش يطلع بكميه كفايه فالنتيجه هتبقى ايه؟ ها؟ دي اللي في صعوبه في ايه؟ من ضمن الاسباب اللي بتعمل ريسبيراتوري ستريس لو طفل صغير ولسه ايه؟ بيسموها ريسبيراتوري ستريس سندروم. تمام كده؟ دي بتحصل مع الاطفال اللي هم مولودين بدري عن ميعادهم. تمام؟ طيب ممكن ايه كمان اللي يعمل ده؟ نقص الثيرويد جلاند. يعني ايه؟ طفل عادي ومش معاه بس الثيرويد جلاند مش بتطلع كميه كافيه من هرمون الايه؟ الثيروكسين، فعنده نقص في هرمون الايه؟ الثيروكسين. خلاص؟ هرمون الثيروكسين ده كان بيساعد على الماتيوريشن بتاع النيموسايت سيل ويخليها تطلع الايه؟ السيرفكتنت. فلو وقع الطفل مولود ما عندوش كميه من كافيه من الثيرويد جلاند يعني عنده هايبو فايبيداس اوكي فده هيكون عنده ايه؟ نقص في السيرفكتنت هيجيله ريسبيراتوري ستريس الولد ريسبيراتوري ستريس كمان لو طفل في حالات مش طفل حتى لو كبير لو واحد عنده هايبوكورتيزم يعني الكورتيزون عنده ايه؟ قليل لان الكورتيزون كان بيساعد على الماتيوريشن وبيساعد على الايه؟ طلوع السيرفكتنت من النيموسايت خلاص علشان كده الام في النهايه لو الام بتكلم يعني اثناء الحمل بتاعها والدكتور بتاعها شاك انها ممكن تولد بدري شويه او خايف انها ممكن تولد بدري على شويه على ميعادها ما تكملش قبل التاسع بيجي في اول التاسع بالظبط بيديها الحقن بتاعت الايه؟ ايوه حقن الياس صح؟ معروف اسمها الياس كل الناس عارفاها كويس كلها عارفاها كل عطاها حقن عشان ايه؟ عشان الرئه بتاع الطفل بس عشان تكتمل النمو بتاع الرئه الطفل هي عباره عن حقن كورتيزون حقن ديكسا بيديها ثلاث حقن في اول اسبوع بيحصل كمان مع الصوت بيحصل كمان مع الهايبر انسولينيزم دي اخر حاجه مكتوبه عندكم صح؟ هايبر انسولينيزم اللي هي لو طفل عنده انسولين كتير هو طفل هيجيب انسولين كتير ليه؟ لان الام نفسها كانت دايبيتك الام نفسها عندها ايه؟ سكر يعني الجلوكوز دي بتاعها دايما ايه؟ عالي طب وبعدين الجلوكوز ده هيروح فين؟ هيروح للجنين الام عندها دايابيتس يعني ما عندهاش انسولين يوطي الجلوكوز فالجلوكوز طول الوقت عندها ايه؟ عالي الجلوكوز ده بيروح لمين؟ للجنين الجنين يعمل ايه؟ ها؟ الجلوكوز عالي فيروح مطلع وهو بنكرياسه سليم فبيطلع ايه؟ فالانسولين اللي هيطلع يعمل ايه؟ ها؟ يقلل البلاك جلوكوز دي حاجه كويسه احنا عايزينه عشان كده لكن للاسف كمان بيعمل ايه؟ بيقلل ايه كمان؟ السيرفكتنت خلاص نسبة الانسولين العالية بتقلل تصنيع السيرفكتنت بتقلل ايه؟ بتعمل بيشن بتقلل فيها النيوروسايتس. فلو هو لو طفل معروف الام نفسها كانت دايابيتك اوكي هو هيجيله السيرفكتنت ليه؟ لان هو غصب عنه البنكرياس بتاعه بيضطر يطلع كمية كبيرة من الانسولين عشان يحافظ على نورمال جلوكوز ليفل ما يبقاش عالي
بيأثر صح؟ بيأثر نو باك بقى الموضوع الانسولين العالي ده يعمل ايه؟ هو هيوطي الجلوكوز حاجه كويسه لكن كمان هيقلل خلاص؟ الكولوجين الفرمونال ارتري يعني الفرمونال ارتري اللي هو السكين خلاص الدم اللي طالع من الدم